أقامت كنيسة مارشربل بعمان معرضاً خيرياً مع دخول فصل الربيع، خصص ريعه للفقراء والمحتاجين. واشتمل المعرض الذي افتتحه الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة على منتجات من إعداد وتصميم سيدات المجتمع المحلي، احتوت على مأكولات شعبية وملابس ومطرزات ومصنوعات يدوية. وقد حضر حفل الافتتاح عدد من الزوار والمدعوين وحشد من أبناء الرعية. بدي لكم شكرا على حضوركم، نورسات بكل المطارح، بصمة حلوة، بصمة قلب أنا بسميها هارت برينت بهالعالم المجروح، وخاصة اليوم بعيد أمي مريم، هالأم اللي قلبها مجروح على كل اللي عم بيصير. وقت اللي بنشوف الناس بالمملكة وبكل أقطار العالم قديش بحاجة لفرح، ومثل ما قال قديسة البابا بالصلاة اللي وجهها لروسيا وأوكرانيا، عالمنا عم بيفقد الخمرة والفرح بحياته. مشان هيك حبينا مع بداية فصل الربيع وبهالغمرة الأحداث الحلوة، عيد البي مار يوسف، عيد الطفل، عيد الأم، عيد بداية فصل الربيع، نعمل معرض الربيع. وأكيد مع عيد البشارة بدنا نكون بشارة حلوة. البشارة معناتها فرح. ما بعرف قديش عم نكون أوقات وراء نعوي، أوقات بنكون هيك بوميين، الحزن سيطر علينا بالشرق وبالعالم، فحبينا هيك نحط بسمة صغيرة، تامبر أنا بسميه، مثل طابع صغير برعية مارشربل عمان مع لجنة الوقف والمجلس الرعاوي وكل الأشخاص اللي بيدوروا بهالفلك. ومعكم أنتو منحس أنه إذا ما كنا بشاراتيين، إذا ما كنا عن جد هالناس اللي بتعرف تلون هالحياة الصعبة ريمو، كيف بدنا نعمل؟ فيمكن معرض الربيع هو تامبر صغيري، سيجنتشر صغيري. ومن بعد هالمعرض، افتتاح المعرض اللي صار قبل شوي، كمان لقمة فرح صيامية بهالزمن الصيامي مع الأشخاص الطيبين اللي هن أهل البيت، وفرحتنا انه نرجع نلتقي، وكل اللي ممكن انه هيك يتبرعوا فيه الناس شو ما كان رح يكون لخدمه اخوتنا المحتاجين الفقراء، واللي بهالزمن لازم نكون عن جد بسمه صغيره لبيوتهم ولا يحضروا فرحه العيد، فرحه عيد القيامه. فانا بدي اشكركم مجددا على حضوركم بيناتنا، وانتم عندكم البصمه الكبيره كمان نورسات، تضل في نور بهالعالم. والصلاه اللي قدسناها قبل شوي بالكنيسه حتى بالحقيقة نقول لعالمنا بده صلاة، عالمنا بده صلاة. أنا من خلال حضوركم بدي حيي غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، اليوم عيد كبير بالنسبة لكنيستنا المارونية، حضوره، بسمته، بشارته، تنشئة اللي عم بيعطيها، وهو ظله وأكيد وهجه اللي بيغلفنا بهالبيت. وبدي أقول شكرا لسيدنا موسى اللي كمان أتمني أنه يكون معكم عم بترك بصمات عقد ما بقدر، بصمات مفرحة. شكرا نورسات، شكرا لكم، شكرا للدكتور باسمة ولكل الأشخاص اللي بدوروا بفلككم.